بالظبط. وكويس قوي يا كابتن انه ماتش عن ماتش بنلاقي فيه تطور بالظبط. ورجوع. لا يعني امبارح احمد الشيخ يا كابتن برضو قدم يعني مباراة راجع هايلة. اه طبعا بمستوى طبعا كويس طبعا. قوي. دي كلها بنشوفها يمكن ايجابيات في وقت زي ما حضرتك قلت كان فترة التوقف مقصرة طبعا، بس واحدة بواحدة الاهلي بيقدر يستعيد تركيزه ومستواه. بالظبط. خليني برضو اسال حضرتك، شايف فرص النادي الاهلي ازاي في افريقيا؟ عندنا مباراة مع الوداد المفروض لحد دلوقتي، هي المفروض الشهر ده لسه، ما نعرفش اذا كان هيكون في تأجيل ولا لا. ان شاء الله باذن الله الهدف معروف من مش عايز اقول كمان من السنه دي او من السنه اللي فاتت الموسم اللي فات، وبالاحداث طبعا مش عايزين نذكرها اللي حصلت السنه اللي فاتت اللي خرجت النادي الاهلي وبعدته عن البطوله، ان الهدف بتاع مجلس الاداره والهدف بتاع النادي الاهلي كله ان شاء الله بطوله افريقيا دي تبقى موجوده ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي. فاحنا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من شويه دلوقتي في شيء ايجابي، ان احنا بعد فتره التوقف الطويله ديت لما رجعنا المستوى في تحسن، ده بيدي مؤشر ان شاء الله باذن الله على ما نوصل للمباراه بتاعه الرجاء ان شاء الله بامر الله ان الفرقه تبقى متكامله، مفيش اصابات مفيش غيابات الكلام ده كله ان شاء الله بامر الله، والنادي الاهلي قادر باذن الله ان هو يحقق البطوله.